السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة النهاردة إن شاء الله في الـ Object Oriented Programming هي المحاضرة رقم 4، بعد ما كنا اتكلمنا عن 3 محاضرات قبل كده عبارة عن ريفيو عن الـ Structured Programming. عنوان المحاضرة بتاعت النهاردة بتتكلم عن الـ Structured Programming versus الـ Object Oriented Programming، ودي عبارة عن زي comparison أو مقارنة ما بين الـ Two Programming Paradigms. الـ Structured Programming إيه مزاياه وعيوبه، والـ Object Oriented Programming إيه هي المزايا بتاعته وإيه العيوب بتاعته. طبعا في البداية لازم نعرف إن الـ Structured Programming أو الـ Object Oriented Programming الاتنين بيتقال عليهم كلمة Programming Paradigm. فإيه هو المقصود بكلمة Programming Paradigm؟ عبارة عن إيه؟ Programming Paradigm هو عبارة عن الطريقة اللي إحنا بنبرمج بيها أو أسلوب البرمجة اللي إحنا بنرتبه. موجود قدامنا على السلايد دلوقتي 3 definitions للـ Programming Paradigm. بيعرف البروجرامينج بارادايم بيقول عليه في الاول ان هو عباره عن fundamental style of building the structure and the elements of a program. يعني ببساطه كده شديده الاسلوب الاساسي اللي انا ببني بيه وبكون بيه العناصر بتاعه البرنامج واجزاء البرنامج. السكند ديفينيشن اللي عندي هو تعريف اكثر تبسيطا منه، بيقول programming paradigm is a style or way of programming، يعني طريقه او اسلوب البرمجه هي دي اللي بيتقال عليها كلمه Programming Paradigm. التعريف الثالث بقى بيقولوا ان البروجرامينج بارادايم اصلا انا ممكن استخدمه كطريقه او كوسيله لاني اكلاسيفاي بيها البروجرامينج لانجويج بتاعتي بيزد على الفيتشرز بتاعتها، بمعنى اني انا اقدر احكم على لغه البرمجه دي هل هي اوبجكت اورينتد بروجرامينج، هل هي ستراكشر بروجرامينج، هل هي الدنيا ايه بالظبط. يعني مثلا على سبيل المثال لغه زي لغه الجافا، لغة الجافا انا ممكن اعتبرها ان هي Object Oriented Programming، Pure Object Oriented Programming، بمعنى ان ما تقدرش تقدر تكتب فيها سطر كود كويس بدون ما انت تبقى فاهم الـ Object Oriented Programming. الـ C++ احنا برمجنا عليها الفترة اللي فاتت ديت Structured Programming، وكمان بنبرمج بيها في الكورس ده Object Oriented Programming، which means ان لغة الـ C++ على سبيل المثال بتقدر انها تجمع ما بين الـ Structured Programming والـ Object Oriented Programming. يعني أنا أقدر أبرمج عليها بالـ Two Style أو بالأسلوبين أو بالـ Two Programming Paradigm. عشان كده الجملة الأخيرة اللي موجودة في السلايد بتقول إيه؟ Languages can be classified into multiple paradigms. يعني ما تقلقش، لغة البرمجة ممكن أصنفها تبع Programming Paradigm معين، أو في بعض لغات البرمجة زي الـ C++ بتقدر إنها تنتمي للـ Two Paradigms اللي عندي، Object Oriented و Structured Programming. طب في سؤال بقى هنا مهم، هل الـ Programming Paradigms أو أساليب البرمجة اللي موجودة هي بس Structured Programming و Object Oriented Programming، ولا في أنواع تانية من الـ Programming Paradigms؟ الـ Block Diagram اللي قدام حضرتك دوت بيستعرض لنا أهم الـ Common Programming Paradigms اللي موجودة. نقدر نقسم عموماً الـ Programming Paradigms إلى Two Approaches أو Two Main Categories. الكاتيجوري الأولانية اللي هي بنسميها الـ Imperative، والكاتيجوري التانية اللي بنسميها الـ Declarative. الامبيريتيف بروجرامينج بارادايم دي معناها لغات البرمجه اللي بتعتمد اعتماد كلي وجزئي على ان انا البروجرامر بيقدر لازم يحدد للماشين ازاي تعمل كل حاجه خطوه بخطوه. يعني زي مثلا ما احنا كنا متعودين قبل كده، اعمل لي بروجرام دلوقتي بيحسب الاريا بتاع الريكتانجل، فتلاقيك وانت جاي بتتكلم على الاريا بتاعت الريكتانجل دي، مطلوب اخد الانبوت لينس ويدث، مطلوب ان انا احسب الاريا اللي هو اضرب اللينس بالويدث، محتاج ان انا اطلع اوتبوت بطريقه معينه. لو اي ستيب من ديت انت ما حددتهاش في قلب البرنامج، ده هيبقى معناه ان البرنامج مش هيقدر يكمل. ففي الامبيريتيف حضرتك لازم تحدد كبروجرامر كل خطوه للماشين تمشي عليها ازاي. فالامبيريتيف بقى بينقسم من تحتيه الى بروسيجرال اللي هو الاستراكشر بروجرامنج اللي احنا البرمجه اللي احنا متعودين عليها طول الفتره اللي فاتت قبل ما ناخد الاوبجكت، والبارادايم الثاني اللي هو الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. الاثنين دول بيخضعوا تحت المظله بتاعه الامبيريتيف بارادايمز. طيب النوع الثاني من البروجرامنج بارادايمز عندي اللي هو النوع اللي بيطلق عليه اسم ديكلاريتيف. الديكلاريتيف بروجرامنج بارادايم ده البروجرامر فيه مجرد ان هو بيديكلير عن البروبابيلتيز بتاعه ديزايرد ريزلت بات نوت هاو تو كومبيوت ات. يعني ما بيقولش للكمبيوتر او للماشين كل الخطوات، في جزء بيسيبه للكمبيوتر هو اللي يبدا يعمل ليرنينج للكلام ده، هو اللي يقدر يعمل ديدكشن له، هو اللي يقدر يعمل اندكشن له، يستنتج يبدا
يحدد النتيجة عاملة ازاي. بس كل الفكرة ان انت كبروجرامر بتدي له مجموعة من الفاكتس، مجموعة من الرولز بتحكم الموضوع، ويبدأ يستخدم. طبعا النوع ده اكتر شهرة في البرامج او في لغات البرمجة اللي لها علاقة مثلا بالاي اي او الارتفيشال انتليجنس. مش معقولة ان انا مثلا هاجي اعمل بروجرامنج للتشيس جيم، لعبة شطرنج، فابدأ في لعبة الشطرنج دي ابدأ احولها كلها بصورة اف زن او شوية افات كتير جدا، نشوف بقى كمية الاحتمالات قد ايه، القطع اللي موجودة في الشطرنج قد ايه، احنا عندنا 16 قطعة وكل قطعة لها طريقة معينة في اللعب، وكل قطعة من دي لها كام احتمال، وكل ده انت عايز تحطه عشان يفوز الشخص اللي قدامك. فبالتالي بنحتاج ان احنا بس نوعية البرمجة بتختلف، بديكلير بس عن مجموعة الفاكتس اللي موجودة، القطعة دي بتشتغل ازاي ودي بتشتغل ازاي، وهي حالة الفوز بتبقى عاملة ازاي، وحالة الفيلير بتبقى عاملة ازاي، وبيبدأ هو لغة البرمجة ان هي تعمل ليرنينج للسيتويشن اللي موجود قدامي، وتبدأ تمارس شكل من اشكال الاي اي. طبعا في انواع كتيرة جدا من البروجرامنج، أو من الديكلاريتيف بروجرامنج بارادايم، زي الفانكشنال واللوجيكال والماثيماتيكال، وطبعا في لغات برمجه بتشتغل بالطريقه دي زي الليسب والبرولوج وكل اللغات بتاعه البرمجه بتاعه الاي اي. ده اوت اوف سكوب يعني عندنا احنا بقى، بس بنتكلم بشكل عام عن الانواع نفسها بتاعه البروجرامنج بارادايم. نوصل من كده ان اشهر حاجتين او الكومن الامبيريتيف والديكلاريتيف. الامبيريتيف لازم حضرتك تحدد خطوه بخطوه للماشين تشتغل ازاي، الديكلاريتيف بتكتفي بس بانك انت بتحدد البروبرتيز او الخصائص العامه بتاع الاوتبوت اللي انت عايزه، وبتسيب عمليه الاندكشن والاستنتاج بتاع الحاجه كلها معتمده على لغه البرمجه عن طريق الليرنينج وعن طريق اساليب تانيه مختلفه بنبدا نتكلم فيها. طيب هنبدا بقى دلوقتي نتعرف مع بعض اكتر على الاستراكشرد بروجرامنج وايه هي البروبرتيز بتاعتها. الاستراكشرد بروجرامنج احنا شغالين عليها بقى لنا فتره طويله، بس تعالوا بقى نتكلم عنها بشكل فورمال شويه اكتر. دايما اي بروجرام في الدنيا حضرتك بتكتبه بيتكون من جزئين اساسيين. الجزء الاولاني هي الداتا، الداتا دي اللي هي متمثله في الفاريبلز اللي انت بتعرفها، انتجر اكس، فلوت واي، دبل لينس، اي حاجه من الحاجات دي، زائد الاوبريشنز بقى اللي بتشتغل على الداتا ديت. الاوبريشنز هنا المقصود بيها ايه؟ مقصود بيها البروجرامنج اللي انت بتعمله، الستيتمنتس بتاعت الاف، بتاعت الفور، بتاع السويتش، نوع البروسيسنج اللي انت بتعمله هاندلنج على الداتا دي عشان تقدر تطلع الاوتبوت عموما. بيقولوا ان في الاستراكشر بروجرامنج الداتا دي والاوبريشنز ار سيبريت. سيبريت يعني ايه؟ يعني منفصلين عن بعض، يعني مفيش كيان بيجمعهم مع بعض. ازاي الكلام ده؟ يعني احنا لو تخيلنا ان احنا بنعمل بروجرام معين بيحسب الاريا بتاعت ريكتانجل، فانا عرفت مجموعه فاريبلز، وبعد ما عرفت مجموعه الفاريبلز هبدا اخد الانبوت من اليوزر، هقول له سي اوت، دخل اللينس، دخل الويتس، واعمل لهم سي ان، وبعد كده ابدا اعمل البروسيسنج، اضرب اللينس في الويتس، وبعدين اطلع الاوت. سي على سبيل المثال ان احنا بدل ما احنا نعمل البروسيسنج مباشره في قلب المين كده، قررنا ان احنا نحطها في فانكشن، فانكشن بتحسب الاريا. فبتلاقي نفسك وانت بتعمل الفانكشن دي انك انت مضطر انك انت تحسب، تبعت للفانكشن دي اللينس والويتس از بارامتر. طيب هو انت ليه بتبعت اللينس والويتس اللي هي بتمثل داتا از بارامتر للفانكشن؟ ده ان دل على شيء يدل ان الاوبريشنز في حته والداتا نفسها في حته تانية. ما هي لو كانت الداتا موجوده في قلب الفانكشن والفانكشن عارفاها، ما كنتش هتبقى محتاج انك تبعتها كبارامترز موجوده. فانت بتبعتها، معنى انك بتبعتها كانبوت، يبقى انت الحاجتين دول مش موجودين مع بعض. فهي قاعده اولانيه في الاستراكشر بروجرامنج، الداتا في سكه والاوبريشن في سكه، واحنا بنحاول نشغل الاثنين مع بعض عشان يبدا يتعامل معاه. الاستراكشر بروجرامنج كمان في حد ذاته هو تكنيك بيعتمد على ان البروجرام بتاعك متقسم لمجموعه من اللوجيكال سيكشنز كولد بلوكس. ايه اللوجيكال سيكشنز اللي كولد بلوكس دي؟ بلوكس او ستراكشرز. ستراكشرز هنا مش معناها الاستراكشر بتاع السي بلس بلس اللي موجود في البرمجه، لا، ستراكشر هنا نقصد ان البرنامج بتاعك متقسم لمجموعه من الموديولز او البلوكس، زي مثلا البلوك بتاع الفور، البلوك بتاع السويتش، البلوك بتاع الاف، البلوك بتاع اي بلوك انت بتعمله ما بين فتحه قوس وقفله قوس، ده بيعتبر بلوك، دي ستراكشرز. طبعا البديل بتاع الكلام ده كان الكود قبل كده بيتكتب بالماشين لانجوج اللي هي اوامر كده كتير ما فيهاش اي تفاصيل، ما فيهاش ستراكشر. فالستراكشر بروجرامنج لما جه وبدا يقسم البرنامج لمجموعه من الستراكشرز، ده طبعا ده كان بيبقى افضل واحسن في التعامل مع القصه دي.
احنا دلوقتي قلنا اتنين فيتشرز للاستراكشر بروجرامنج، اول حاجه ان الداتا والاوبريشنز ار سيبريت، الحاجه الثانيه ان الاستراكشر بروجرامنج بيعتمد على انه بيعمل بريكنج للبروجرام بتاعه انتو مجموعه من اللوجيكال سيكشنز اللي هي كولد بلوكس. طيب من ضمن الحاجات ايضا انه الاستراكشر بروجرامنج بيحتوي على مجموعه من الكنترول استراكشرز زي السليكشن مثلا. المقصود هنا بالسليكشن مثلا في السي بلس بلس هو عباره عن حاجتين، الاف والسويتش. الاف ستيتمنت والسويتش ستيتمنت بتديك امكانيه انك تسلكت الكود، يعني الطبيعي ان البرنامج بتاعنا عباره عن مجموعه من الستيتمنتس، كل الستيتمنتس دي ماشيه سيكوينشال بينفذها الكومبايلر بالدور، الامر الاولاني وبعدين الامر الثاني وبعدين الامر الثالث. لكن لو انت جيت على جمله فيها اف كونديشن فده معناه ان الاف بتاعتك بتبدا تخيرك، لو الكونديشن اتحقق نفذ مجموعه الستيتمنتس ديت، لو ما اتحققش نفذ مجموعه الستيتمنتس الثانيه. فبالتالي عشان كده الاف بيطلق على اسم سيلكشن ستيتمنت. نفس القصه في السويتش، السويتش عباره عن مجموعه من الكيسز، هل انت بتنفذ كل الكيسز ولا كيس معينه؟ لا كيس معينه على حسب اللي بيتحقق الكونديشن، وبالتالي بيتقال على السويتش ايضا هي عباره عن سيلكشن ستيتمنت. طيب تاني حاجه كمان في قلب الكنترول ستراكشرز اللي موجوده هي الايتريشنز. الايتريشنز دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللوبس. اللوب اللي هي اوامر الريبيتيشن او التكرار، موجوده عندنا في السي بلس بلس ثلاث انواع، الفور ستيتمنت والوايل والدو وايل. طيب ثالث حاجه بيقولوا ان من اهم الصفات الاساسيه وانت جاي بتكتب ستراكشر بروجرامنج هو انك انت بتشتغل دايما البروجرام بتاعك بتوب داون ديزاين. عندنا في الكمبيوتر ساينس عندنا في تو ابروشز موجودين للتعامل مع الديزاين، يا اما انا بشتغل توب داون يا اما بشتغل بوتوم اب، يعني يا اما من فوق لتحت يا اما من تحت لفوق. يعني ايه برضو؟ مش فكره الاتجاهات، لكن فكره يا اما انت بتبدا وانت جاي بتصمم البرنامج بتاعك ببدا اتكلم على الاوفر فيو، الفيو الكبير من فوق، وبعد كده ابدا اهتم بالديتيلز، يعني اتكلم في التفاصيل، يا اما ابتدي الديزاين من الديتيلز وبعدين الديتيلز تبدا تجمع بعضها عشان يبدا البرنامج كله يتكمل. فاحنا واحنا جايين بنكتب البرنامج بتاعنا بالستراكشر بروجرامنج بنبدا نكتب البرنامج او نقسم البرنامج لمجموعه من الموديولز، مجموعه من الفانكشنز، بعد كده ابدا الفانكشنز دي ابدا اعمل البروجرامنج بتاعها وادور على الديتيلز بتاعتها، زي ما احنا بنبدا نكتب المين بروجرام وبعدين نبدا ندخل في التفاصيل الانبوت والبروسيسنج واي فانكشن ثانيه وابدا اتعامل معاه. يبقى انا كده بشتغل من التوب داون، يعني ابدا ابص على البرنامج بشكل عام وبعد كده ببدا ادخل في الديتيلز او التفاصيل بتاعته. طيب هل الاستراكشر بروجرامنج بتمكنني ان انا اقدر اكتب بروجرامز كبيره؟ اه تقدر، تقدر انك انت تكتب برامج كبيره ممكن توصل ل 7000 سطر كود و 8000 سطر كود واكبر من كده كمان. طيب يعني عشان كده with structured programming it was possible to write complex programs easily. بس بالرغم من الجمله دي اتقالت الا انه الموضوع ده مش مفتوح قوي، بمعنى نشوف الجمله الثانيه بتقول ايه. However once a project reaches a certain size its complexity exceeds what a programmer can manage. يعني بعد ما المشروع بتاعك او البروجكت بتاعك او البرنامج بتاعك يوصل لحجم معين ممكن يوصل لمستوى صعب ان البروجرامر يقدر يمانجه مع الكم الرهيب ده اللي بيبقى موجود من الكود. فدي احد الاول ستراكشر بروجرامنج بتمكنني ان اكتب برامج كبيره، بس الموضوع مش مفتوح قوي، ساعات بيبقى الموضوع خارج السيطره. طيب التراديشنال ستراكشر بروجرامنج دي بتسفر من دين دروباكس اساسيه او عيبين اساسيين موجودين معايا. العيبين اللي موجودين الاساسيين دولت ايه هي بقى؟ اول عيب عندي زي مثلا ان انت كتبت برنامج ستراكشر بروجرامنج بيتكون من مجموعه من الفانكشنز وكتبت الكود والدنيا تمام قوي، بعدها بشهر شهرين جيت تكتب بروجرام تاني فافتكرت ان احتجت حاجه تبرمجها معينه، افتكرت ان الحاجه دي انت اوريدي عملتها في برنامج تاني من حوالي شهر. سي زي ما احنا شايفين قدامنا الحاجه اللي انت محتاجها دي كان اسمها فانكشن اكس، فيبقى معنى كده ان انت عايز تعمل ريوز لفانكشن اكس من الكود القديم تجيبه على الكود الجديد بتاعك في قلب البرنامج اللي احنا بنبدا نستعمله. الريوزابيليتي ده عرف موجود في البرمجه مهمه قوي، انك انت بتستفاد من الكود السابق اللي انت عملته. في الاستراكشر بروجرامنج المشكله انك انت اما جيت تفكر انك تاخد فانكشن اكس دي عشان تبدا تستعملها في البرنامج الجديد اتفاجئت ان فانكشن اكس بتبند على فانكشنز ثانيه زي فانكشن 3 وفانكشن 1.
يبقى ده معناه ان انت عشان تاخد فانكشن اكس وتبدا تشغلها في البرنامج الجديد بتاعك لازم كمان تاخد معاها فانكشن 3 وتاخد فانكشن 1 كمان. ده مش كده وبس، ده اكتشفنا ان عشان تشتغل على فانكشن اكس في مجموعه من الجلوبال فاريبلز موجوده لازم تاخدها معاك، وقد تكون الجلوبال فاريبلز دي مش كونسيستنت اصلا مع البرنامج الجديد بتاعك، وده يبقى معناه ان انت محتاج انك تتدخل وتعدل الكود وتظبط فيه وتموديفاي بيه عشان يبقى سيوتابل او كونسيستنت مع الكود الجديد اللي معاك. ده مش كده وبس، ده في هيدر فايلز كمان لازم تبدا تاخدها وتبدا تتعامل معاها. فالمشكله ببساطه شديده ان في الاستراكشر بروجرامنج الفانكشنز ار اوفن نوت ريوزابل، وده العيب اللي موجود. من حقك انك تستخدم وتعيد الاستخدام، بس بتلاقي نفسك انك مضطر انك تتدخل وتعدل الكود، وبيبقى الموضوع صعب جدا لان الفانكشن مش كائن مستقل فيه كل حاجه فيه الداتا بتاعته كامله، لا مش ده اللي بيحصل. الفانكشن بتلاقيها معتمده على حاجات تانية، فعشان تستخدمها او تعيد استخدامها مضطر انك انت تاخد الحاجات التانية دي كمان. ده اول عيب موجود معانا في الاستراكشر بروجرامنج. العيب التاني انه بيقولوا ان الاستراكشر بروجرامنج عموما not suitable of high level abstraction for solving real life problems. الجمله دي معناها ايه؟ معناها ان الكونستراكتس بتاعه لغه السي او الاستراكشر بروجرامنج، يعني الكومبوننت اللي انت بتستخدمها في الاستراكشر بروجرامنج زي الاف وزي اللوب زي الاراي وزي البوينتر وزي الفانكشنز وكل الحاجات دي، ما بقدرش بيها ان انا اعبر كويس عن الريال لايف بروبلمز اللي موجوده في الحقيقه. هو احنا في الغالب لما بنيجي نبرمج بنبرمج او بنعمل سوفت وير ليه؟ سوفت وير عشان يحل لنا مشكله في الحقيقه. يعني مثلا بعمل سيستم لمرتبات مثلا عشان يساعدني في التعامل مع حساب المرتبات بتاعه الموظفين بشكل احسن، اعمل سيستم لقاعده بيانات الطلبه بياناتهم ودرجاتهم وتابعهم ككنترول وحاجات زي كده. عشان اعمل كل ده دي بتبقى بنسميها ريال لايف بروبلم. طب انا عايز اعبر عنها بقى في صوره اف وفور وسويتش ولوب، بنعبر، بس احنا بنقول انه ده مش كونسيستنت مع ده قوي. يا سلام لو كان طريقه البرمجه في حد ذاتها ماشيه مع اللي احنا بنشوفه في الحياه بتاعتنا. دول العيبين بتوع الاستراكشر بروجرام. عشان كده بدات تظهر المنهج الثاني في البرمجه هو الاوبجكت اورينتد بروجرام. ونبدا باول حاجه في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج ونقول ان اهم ما يميز الاوبجكت اورينتد بروجرامنج هو اول نقطه قلناها في الاستراكشر بروجرامنج، كان ان احنا قلنا ان الداتا والاوبريشنز اللي بتشتغل عليها ار سيبريت. لو احنا فاكرين احنا اول جمله بنقولها هنا في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج ان الداتا والاوبريشنز الاثنين مع بعض لموهم في كيان واحد سنجل داتا ستراكشر كولد كلاس. هيبقى عارفين بعد كده ان هو بيتقال عليه كلاس. ده معناه ايه؟ الداتا والاوبريشنز اللي شغال عليها اتحطوا في علبه واحده، فبالتالي انا ما بقتش محتاج ابعت حاجه من بره الكلاس او من بره الكيان ده، كل حاجتي موجوده في كيان واحد متقفله على بعضها. طيب النقطه الثانيه ان الاوبجكت اورينتد بروجرامنج جايه بكونسبتس بتسيموليت بيها الريال وورلد، يعني بيشوفوا في حاجات كتيره موجوده في الحياه او في الدنيا اللي موجوده بره. نهج او اسلوب البرمجه بالاوبجكت اورينتد بروجرامنج بيسمح انه بيسيموليت الحاجات دي، زي مثلا هنعرف بعد كده زي كونسبت اسمه الانهيرتنس مثلا الوراثه او التوريث، ده موجود في الحياه وموجود عندنا، زي فكره الاوبجكت والكلاس اصلا في حد ذاتها، زي فكره ان اي اوبجكت او اي كائن موجود بيحتوي على مجموعه من الاتريبيوتس. اتريبيوتس يعني بروبيرتيز، يعني صفات خاصه بيه، ومجموعه من الاكتيفيتيز او الفانكشنز او البيهيفيرز بيقوم بيها، وده كله موجود في الدنيا وفي الحياه الطبيعيه اللي موجوده معايا. طيب هل معنى كده ان البرمجه اللي احنا اتعلمناها في الاستراكشر بروجرامنج مش هنبدا نستخدمها؟ لا مش ده اللي هيحصل، لان الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بيقولوا انها has taken the best ideas of structured programming، يعني خدت افضل الافكار اللي موجوده في الاستراكشرد بروجرامنج وضافت عليها، حطت has combined them with several powerful concepts that allow the programmer to organize the programs more effectively. يعني خدت الافكار الكويسه في الاستراكشرد بروجرامنج وضافت عليها كونسبتس قويه جدا بتاعه الاوبجكت اورينتد بروجرامنج عشان في الاخر اعمل بروجرامز واقدر انظمها وتبقى اورجنايزد كويس جدا وتبقى مور افكتيف في الشغل بتاعها اللي انا ببدا اتعامل معاه. احنا بنحسن مش بنرجع لورا. طيب
ايه اخبار التو بروبلمز اللي احنا اتكلمنا عنهم او التو دروباكس بتوع الاستراكشر بروجرامنج؟ بفكر حضراتكم بيهم. ان النقطه الاولانيه كانت ان العيب الاولاني فيها حته الريوزابيلتي، ان انا ما بعرفش اعمل ريوز للفانكشن كده سالكه، لازم ابدا ابديت واعدل فيها وموديفاي. والحته الثانيه انها نوت سيوتبل فور سيميوليتنج الريال لايف بروبلمز، او ان انا امثل بيها المشاكل الموجودة حقيقية. لو جينا للمشكلة الأولانية بتاعتنا اللي هي بتاعت الريوزابيليتي، هنلاقي زي ما حضراتكم شايفين الأوبجكت أورينتد بروجرامينج جات بكونسبت سميته الكلاس. الكلاس هو الشكل اللي قدام حضرتك اللي متمثل ده، البوكسات اللي قدامك دي. بوكس ده أو أي كلاس في الدنيا بيبقى له نيم، له اسم، وله مجموعة من الأتريبيوتس وله مجموعة من البيهيفيورز. الأتريبيوتس دي هي الداتا، هي الفاريبلز، والبيهيفيورز دي اللي هي الاوبريشنز او الفانكشنز اللي بتشتغل عليه. يعني انا مثلا لو تخيلنا ان البوكس ده بيمثل ريكتانجل، بيمثل الكلاس بتاع ريكتانجل، فالريكتانجل ده ايه الاتريبيوتس بتاعته، ايه البروبرتيز بتاعته، ايه الفاريبلز بتاعته؟ هيبقى اللينث والويدث، طول والعرض. طب ايه هي البيهيفيورز بتاعته؟ طب نقولها بطريقه ثانيه، ايه الاوبريشنز اللي بتشتغل على الفاريبلز دي؟ هنلاقي مثلا ان انا ممكن اعمل فانكشن اسميها جيت اريا، بتحسب الاريا بتاعت الريكتانجل ده. جيت بريمتر اللي هي بتحسب المحيط بتاع الريكتانجل ده. ممكن احط كمان في اوبريشن تانية اللي هي مثلا جيت دياجونال او كومبيوت دياجونال اللي هي هتحسب القطر بتاع الريكتانجل ده. كده في البوكس ده كانه بلاك بوكس، صندوق اسود، اتحط فيه الفاريبلز واتحط فيه كمان كل الاوبريشنز الممكنه اللي ممكن تشتغل على الريكتانجل. وده يقوم محقق لي ان البوكس اللي احنا شايفينه قدامنا ده اتلم فيه كل حاجه، اتلم فيه جزء الداتا واتلم فيه الاوبريشنز اللي شغال عليها، وبالتالي انا ما بقتش محتاج حاجه من حد. فده سهل لي عمليه الريوز اللي هي اعاده استخدام الكلاس. اما عاوز استخدم كود هاخد البوكس ده على بعضه بسلطاته وبغنوجه بكل حاجه فيه، يعني الداتا كلها بالكامل موجوده في نفس البوكس ده، وبالتالي انا مش محتاج حاجه من بره. على عكس الاستراكشر بروجرامنج كنت اخد الفانكشن الاقيني دي بتعتمد على فانكشن تانية ودي بتعتمد على فانكشن تالتة، ده ما بقاش موجود في الاوبجكت اورينتد بروجرام. النقطه الثانيه تقريبا احنا شرحناها، انه خلاص كده ما هو الاوبجكت اورينتد بروجرامنج قالوا عليه انه بيستخدم كونسبتس من الريال لايف بروبلم، وبالتالي طالما بدا يستخدم من الريال لايف اللي قدامي يبقى هو قدر ان هو او هيبقى بسهوله انك انت تبرمج مشاكل الحياه اللي بره موجوده باستخدام الكونسبتس المختلفه بتاعه الاوبجكت اورينتد بروجرام. ده اكزامبل بيشرح لك مثال كده صغير، ان احنا لو تخيلنا ان احنا عايزين نعمل بروجرام او نبرمج مثلا السوكر جيم اللي هي فوتبول، الامريكان فوتبول يعني يعتبر، فبيبدا يحلل دي مشكله كده من الحياه. طيب ما تيجي تفكها او تحللها او تفكر فيها بعيدا عن البروجرامينج، هتلاقي لعبه زي كده بتتكون من مجموعه مختلفه من الكلاسز، او الكلاسز دي اللي هم ايه، البلاير اللاعب، البول الكوره، الفيلد الملعب، الريفري اللي هو الحكم، اودينس الجمهور، ويذر الطقس، السكور بورد اللي هي اللوحه اللي بيتعرض عليها النتيجه بتاعه المباراه. طيب دي كده التحليل بتاع البروبلم بتاعتي بالفكر او بالكونسبت بتاعه الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، لان الكونسبت بتاعه الاوبجكت اورينتد بروجرامنج متماشيه مع التفكير بتاعنا بتاع الحياه. طب كل واحد من دول بقى انا همثله بكلاس في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، والكلاس ده هيبقى بيتكون من حاجتين، هيتكون من اتريبيوتس اللي هي بروبرتيز اللي هي صفات، والحاجه الثانيه اللي هي الاوبريشنز اللي بتشتغل على الاتريبيوتس دي او الفاريبلز دي. ناخد فور اكزامبل مثلا البلاير، البلاير اللاعب ايه الاتريبيوتس بتاعته؟ النيم اسم اللاعب، النمبر الرقم بتاعه، اللوكيشن ان ذا فيلد مكانه في الملعب ايه، وهكذا ممكن ازود على قد ما اقدر. طب ايه الاوبريشنز او البيهيفيورز اللي بتشتغل للاعب ده؟ اللاعب ده يقدر يعمل ايه؟ تلاقي اللاعب ده ران، يجري، جام، كيك ذا بول اند اتسيتر. وبالتالي انا ما عملتش حاجه، انا بحلل البروبلم زي ما حللتها في الحياه، انا هقدر ابرمجها باستخدام الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بالطريقه دي. اما بداوا يستخدموا الاوبجكت اورينتد بروجرامنج ظهرت له مجموعه من البنفيتس، مزايا طلعت لي في قلب الموضوع. اول ميزه عندي هو الايز ان سوفت وير ديزاين،
يعني وانا جاي بعمل ديزاين للسوفت وير بطريقه الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، ده بقى بالنسبه لي اسهل، وبقدر اطلع السوفت وير بطريقه اسرع واحسن، لانه زي ما احنا اتفقنا ان هو بيسيميوليت الريال لايف بروبلم، زي ما انت هتفكر فيها في الحياه هتقدر تبرمجها تقريبا بكونسبت مشابه له في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. الحاجه الثانيه انه بعد ما طبقوا الاوبجكت اورينتد بروجرامنج لقوا كمان ايز ان سوفت وير مينتنس، يعني في عمليه المينتنس او الصيانه بتاعه السوفت وير بقى في سهوله في الموضوع ده. ليه؟ لان ببساطه شديده لو عندك بروبلم معينه هتاخد الكلاس، كلاس معين في قلب البرنامج بتاعك، تبدا تشتغل عليه، تتست عليه، تعدل فيه، تجرب، ترجع تركب الكلاس تاني، عشان هو كيان على بعضه متكامل مش مرتبط بحاجات تانية. فانت بتاخد المديول تظبط عليه وتشتغل عليه وتابديت وتحل المشكله بتاعتك وترجع تركبه تاني زي ما كان. طبعا الميزه بقى الثالثه هي الري يوزابل سوفت وير، ده بقى معناه ان السوفت وير مش محتاج ان انا اكتب تاني او اعيد اختراع العجله زي ما بيقولوا، او ان انا اعيد كتابه كود او فانكشن اتعمل قبل كده، لا ده الكلاس بتاعك طالما برمجته انت تقدر تستخدمه مره واثنين وثلاثه وبصوره متكامله بدون ما تستخدم اي حاجه. شكرا لكم.